بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 77 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل أحمد عبد الله يقول: ما هي الأشياء التي يعملها المسلم قبل ذهابه للحج مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه كلها، الحج وغيره من أمور الدين، وأن يتهيأ لها على أحسن حال. ولكن الحج لما كان له خاصية في أنه يحتاج إلى سفر، قد يكون سفرا بعيدا، ويحتاج إلى نفقة، ويحتاج إلى فقه في أداء مناسكه أكثر من غيره، كان له أهمية من هذه النواحي وغيره. الذي يجب على المسلم أول شيء أن يخلص النية لله عز وجل، يخلص النية للحج، فلا يكون قصده رياء، لا يكون قصده رياء ولا سمعة ولا طمعا في الدنيا ولا نزهة. وكذلك يخلص له النفقة من مال حلال، كسب طيب، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. الواجب على المسلم أن يهتم بذلك. كذلك أهم وأهم أمر العقيدة. إذا كان الإنسان عنده انحراف في العقيدة فإنه يصلح عقيدته، خصوصا إذا كان عنده أشياء من الشرك بالله عز وجل، من الاستغاثة بالأموات والذبح للأموات والنذور للأموات، تعلق بالأموات، كما عليه كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. عليه أن يتوب إلى الله وأن يخلص عقيدة التوحيد لله عز وجل، لئلا يرد عليه حجه. وكذلك بقية الذنوب يتوب منها توبة بلا رجعة، لا من أجل الحج فقط، وإنما من أجل أنه مطالب بهذا على كل حال في أي مكان. فعليه أن يتوب إلى الله. إذا كان عليه حقوق للمخلوقين تخلص منها بأدائها، إذا كان عنده أمانات للناس وودائع بينها ويوصي بها، كذلك أن يختار الرفقة الطيبة التي تعينه على طاعة الله عز وجل. كذلك عليه أن يتفقه في أمور الحج حتى يؤديه على الوجه المشروع، لأن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله أتموا أي أدوا مناسكه على الوجه المشروع، هذا لا يكون إلا بالتفقه في أداء المناسك. كيف يؤديها لله؟ يعني خالصة لله، يكون الحج والعمرة خالصين لله، لا رياء فيهما ولا سمعة ولا طمع دنيوي. ولا يقبل الله عملا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأداء العمل على الوجه المشروع. فعلى المسلم أن يلاحظ هذه الأمور عندما يعزم على الحج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل للبرنامج أرسل بسؤال كتبه بأسلوبه الخاص، يقول: إحدى الشركات فضيلة الشيخ توزع بطاقات للمشتركين، تدفع لهم سنويا 250 أو 300 أو 400، وتعطيك هذه الشركة بطاقة، تعطي الشخص بطاقة، أثناء شرائك تبرز هذه البطاقة للتموينات أو المغاسل أو المحلات التجارية، فيحصل لك خصم عن هذه السلعة حسب اتفاقك مع هذه الشركة، وهذا لمدة سنة، ثم تجدد هذه البطاقة سنويا. ما حكم التعامل بمثل هذه البطاقة؟ هذه البطاقة لا تجوز، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل. هذه البطاقة فيها اتفاق بين مصدرها وبين هذه المحلات لأجل خداع الناس بها، وهي دعاية تلك المحلات، وأيضا استثمار لمصدريها، يستثمرون الناس. فعلى المسلم إذا احتاج إلى شراء شيء ألا يأخذ هذه البطاقة، بل يذهب إلى المحلات التي تتوفر فيها مطالبه ويشتري منها بدون أن يتعلق بأحد في مثل هذه الحيل. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لكثرة الحركة هل تبطل الصلاة، وما الأسباب
الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. تكملة للجواب. نعم. وأيضا هذه التخفيضات التي يدعونها هم آخذين ثمنها بالبطاقة، آخذين ثمنها بالبطاقة، إنما هي حيل يعملونها. نعم. نعم. يسأل عن الحركة التي تبطل الصلاة كثرتها، وما الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة لهذه الشروط، أن تكون كثيرة، أن تكون متوالية، أن تكون لغير حاجة، إنها تبطل الصلاة. والذي يعين على الخشوع في الصلاة استذكار عظمة الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه وحضور القلب عند تلاوة القرآن الذي يقرأه في صلاته وعند الدعاء وعند الركوع والسجود. وكذلك ما يعين على الخشوع أن يتجنب المشوشات التي تشوش عليه صلاته، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام حتى يقضي منه نهمته لئلا يشتغل به في الصلاة، ونهى عن الصلاة والإنسان يدافع الأخبثين البول أو الغائط لأجل أن يتفرغ للصلاة. وكذلك الصلاة في المكان الحار شديد الحرارة أو المكان البارد شديد البرودة، لأن هذا يقلل من الخشوع عنده، وغير ذلك من الأمور التي تعينه على. كذلك العجلة إذا جاء إليها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العجلة حينما يأتي الإنسان للصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: امشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا، لأن السرعة تثير النفس، تشغل الإنسان، وقد يدخل في الصلاة من غير شعور تام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول الأخت السائلة فضيلة الشيخ: المرأة إذا امتنعت عن الجماع مع زوجها بسبب مرض أو تعب أو تربية للأولاد، هل تأثم بذلك؟ نعم، على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه، ولا يجوز لها أن تمتنع إلا لسبب صحيح، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعاها تجيبه ولو كانت على ظهر قتل، لو كانت على التنور. لكن إذا كان هناك سبب يمنع من إجابته في الوقت الحاضر فلها الحق في أن، ولكن بعد أن تقنعه تخبره بعذرها وتطلب منه المسامحة إلى وقت آخر. نعم. هذا سائل رمز لاسمه بألف ألف ميم، يقول: ما حكم المال الذي يأخذه الوارث إذا كان يعلم بأن مصدر هذا المال من ربا أو شيء محرم؟ إذا كان يعلم أن هذا المال حرام فلا يجوز له أن يأخذه بحجة أنه إرث، لأن المال الحرام حرام على الوارث وعلى المورث، لا يأخذه وهو يعلم أنه حرام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ، يقول: إذا صلى الإنسان في أوقات النهي هل يقبل منه، وما هي ذوات الأسباب؟ صلاة في أوقات النهي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي الفساد فلا تقبل، إلا ذوات الأسباب ففيها خلاف. ذوات الأسباب هي ما بنيت على سبب، مثل دخول المسجد، هذا سبب لصلاة ركعتين، يعني دخول المسجد لأجل الجلوس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك من ذوات الأسباب ركعة الطواف، وكذلك من ذوات الأسباب سنة الوضوء، وكذلك من ذوات الأسباب صلاة الجنازة، ومن ذوات الأسباب صلاة الكسوف، هذه من ذوات الأسباب، وهذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من نظر إلى السبب فقال يصلي في أي وقت، ومنهم من نظر إلى النهي فقال لا يصلي في وقت النهي. نعم. هذا سائل للبرنامج يقول بأنه شاب للتو متوظف، يقول: وأضع رواتبي في البنك، فمتى تجب الزكاة في هذه الرواتب مأجورين؟ لا يجب تجب الزكاة في مال قبل أن يتم عليه الحول، يبلغ النصاب ويتم عليه الحول، ولكن الموظف الذي يوفر من كل شهر ما يوفر فهذا الأبرى لذمته والمريح له أن يعتبر شهرا من السنة يخرج زكاة ما تجمع لديه من جميع توفيراته، ما تم حوله وما لم يتم حوله، ما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة، وما تم حوله فهي في وقتها، وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله، وهذا هو المفتى به الآن والمعمول به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو إبراهيم يقول: كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر؟ كان صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر يسر بذلك، لأنه من رحمة الله، ويخرج إليه ويحسر عن رأسه فيصيبه المطر، لأنه حديث عهد بربه كما قال صلى الله عليه وسلم. كان
يقول اللهم صيبا نافعا، ويقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. نعم. هذا الأخ سوداني مقيم بجدة يقول بأنه اعتمر قبل 3 سنوات، وبعد يقول أن انتهيت وجدت أنني نسيت أن أنزع سروالي، فماذا علي الآن؟ ليس عليك شيء، إذا كنت نسيت إلى أن فرغت من الإحرام وتحللت فليس عليك شيء، أما إذا كنت ذكرت وأنت في أثناء أداء المناسك في أثناء ذكرت وأنت في أثناء الإحرام ولكنك تركت هذا تساهلا فإنه تجب عليك الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. نعم. يسأل فضيلة الشيخ يقول ما هو الطلاق البدعي وما هو الطلاق السني؟ الطلاق البدعي ما كان على غير السنة، والسني ما وافق السنة. فالسني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنتهي عدتها، ثم إن شاء راجعها في أثناء العدة، وإن شاء تركها حتى تنتهي عدتها وتبين منه، هذا الطلاق السني. وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها أكثر من طلقة، أن يطلقها 3 بلفظ واحد، هذا بدعي. قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني 3 فلا تحل له من بعد تنكح زوجا غيره، وكذلك طلاقها وهي حائض، هذا بدعة، بدعة في الزمان، الأول بدعة في العدد وهذا بدعة في الزمان. ولما طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له مره فليراجعها وليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها. وكذلك من الطلاق البدعي أن يطلقها في النفاس أيضا، نعم، أن يطلقها وهي نفاسة، لأن النفاس له حكم الحيض. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ سالم يقول بعض المرضى رأينا البعض منهم يؤجل الصلاة حتى يخرج من المستشفى نظرا لأنه منوم ويخضع لعلاجات وعملية، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا عمل غير صحيح، وهو خطير جدا، سببه الجهل وعدم سؤال أهل العلم. المرض لا يمنع الصلاة على أي حال، المريض يصلي على حسب حاله، قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، لا يدع الصلاة ولكن يصلي على حسب حاله، وإن كان يستطيع أن يتوضأ وجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع الوضوء يتيمم بالتراب ويصلي ولا يترك الصلاة، يصلي كل صلاة في وقتها، وإن احتاج إلى الجمع فإنه يجمع بين الصلاتين رفقا به، أما أن يترك الصلاة إلى أن يخرج من المستشفى هذا غلط كبير. نعم. هذه الأخت آمنة من نجران تسأل وتقول بالنسبة لي التسريحات لشعر المرأة وهو وضع الشعر على شكل كورة خلف رأس المرأة وتسريحات أخرى يعملنها، ما حكم مثل هذه مأجورين بالنسبة للمرأة؟ هذا لا يجوز، لأن هذا يكون حجما آخر بجانب رأسها حتى يصبح كأن لها رأسين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي الإبل غير العربية التي لها سنامان، إذا جمعت رأسها شعر رأسها ولفته من وراء رأسها إنه تصبح كأن لها رأسين، ينطبق عليها الحديث والعياذ بالله. نعم. الأخ سامي يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل، الاستماع إلى التلاوات القرآنية من الراديو أو المسجل أم تلاوة الشخص في منزله وغيرها؟ كلاهما فيه فائدة، لكن تلاوته بلسانه هذا أفضل، لأن هذا عمله، هذا أفضل، واستماعه للقرآن أيضا مفيد وفيه أجر. يا أيها الذين قال سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. يقول هل يجوز أن أدفع مالا لمسجد وهو من الزكاة؟ لا، كافة لا تصرف في المساجد ولا في سائر المشاريع الخيرية، وإنما تصرف الزكاة في مصارفها 8 مذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وجاء بإنما التي هي للحصر، والحصر معناه قصر الحكم على
المذكور ونفيه عما سواه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ من السودان ومقيم بالرياض يقول: نحن مجموعة من الزملاء أثناء وقت فراغنا نلعب الورقة أو ما تسمى بالكوتشينة، ما حكم يعني تضيع بعض هذه الأوقات في مثل هذه اللعب؟ لا يجوز هذا اللعب بالورقة، هذا لا يجوز. فإن كان على عوض وعلى جوائز فهو الميسر المحرم، وإن كان على غير عوض ولا فيه مال فهو أيضا محرم، لأنه له وأيضا هو وسيلة، وأيضا وسيلة إلى أخذ الجوائز. نعم. يقول هذا السائل: لي ابن أختي يعبر الرؤى مع أنه لم يحصل إلا على الثانوية العامة، وليس عنده من العلم الشرعي إلا ما يتزود به، ما حكم تعبير الرؤى في وقتنا الحاضر؟ تعبير الرؤى إذا كان من إنسان موثوق ومجرب عنده فراسة لا بأس به، ولا يشترط له التعلم، هذا شيء يجعله الله في بعض الناس من باب الفراسة والنباهة ودقة الاستنباط، هذه خاصة يجعلها الله في بعض الناس، ولا كل أحد يعبر الرؤى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يا فضيلة الشيخ هذا السائل من جدة عن حكم أخذ الهدايا عموما، ما حكم أخذ الهدية سواء من الزميل أو من غيره من الموظفين؟ المدير والمسؤول لا يجوز له أن يأخذ الهدية من المراجعين ولا ممن لهم معاملات عنده، لأن هذا هو الرشوة، الملعون من دفعها وملعون من أخذها ومن ملعون من سعى فيها، فينزهون أنفسهم عن الرشوة ولو سميت هدية أو سميت حقا أو سميت. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الله يقول: أختي كانت مقصرة في حق والديها، وبعد أن كبرت وتزوجت أرادت أن تكفر، فتقول: ما هي الأعمال التي تصل إلى والدي بعد مماتهما؟ تتصدق عنهما وتدعو لهما، تحج تعتمر عنهما حسب ما ورد في الأدلة، وهذا يصل إليهما إن شاء الله وينفعهم بإذن الله. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.